السلام عليكم. الأهم في التصميم إنه يكون عندك فكرة واضحة في ذهنك، مثلا مؤسسة الغادي لخدمة شؤون الأجانب، أضغط على العناصر، اختار، أبحث عن هاند مناسبة، مثلا هاند، وضعت هذه هاند، صقرتها بهذا الحجم. اوكي، طيب بعد أقدر أضع داخل إقامة العناصر، وأكتب كرت إقامة. لما تبحث بالإنجليزي كمان دايما في كل التطبيقات بيكون أفضل من البحث بالعربي. مثلا هنا الطريقة دي، سقرتها كده كرت الإقامة. بعديها عاوز أضيف نص أيضا من تحت هنا من الأسفل، نص مثلا، ممكن اختار وأصغر، تفكيك عناصر. اوكي، أنا محتاج أصغر مثلا إقامتك عندنا وأصغرها، وبعد ذلك وضعها هنا بالطريقة دي. ممكن أحذف دي هنا، أحذف دي. إقامتك عندنا بهذه الطريقة يكون اكتمل التصميم. أعمل المهمة الفكرة يعني، تنزيل. طبعا دي نسخة أصلية من كانفا وليست نسخة تجارية، نسخة مدفوعة القيمة، تعطيك الإمكانيات الكاملة. بعديها أعمل إرسال في الصفحة التي أشرف عليها وأديره. شكرا على الدين عبد الوهاب.